دشن المرحلة الأولى من العام التدريبي 2024 في محور بيحان أحد محاور المنطقة العسكرية الثالثة. يطيب لي أن أشيد بالأدوار البطولية التي قدمها مقاتلي المحور في جميع الجبهات، وهم يؤدون واجبهم الوطني ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. وحيي أيها الأبطال ثباتكم وشجاعتكم وصمودكم. إن الارتقاء بمستوى أدائنا القتالي والعملياتي في جبهات القتال ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا يمكن أن نحقق فيه أي نجاحات من دون أن يكون مقاتلينا قد قطعوا شوطا كبيرا في مجال التدريب. اليوم ندشن المرحلة الأولى لعام 24. تدشين هذا إعادة يعني الهمة والروح. نحن الآن قادمين على معركة قادمة لاستعادة ما فقدناه ولتحرير اليمن والمشاركة في تحرير العاصمة صنعاء بإذن الله. هذا التدشين لهذا العام بما حققنا من إنجازات في العام المنصرم من تدريب وتأهيل وإعداد معنوي، ونؤكد الاستمرار في هذا العام لمواصلة التدريب والتأهيل والانتقال من التدريب والتأهيل إلى الاحتراف والاقتدار وخوض المعركة القادمة حتى تخليص الوطن من هذه الميليشيات الكهنوتية.